عصيانك يا سيدي مرار وانتحار، بضيع بإيدي أبديتي بعار، ويتحكم عليا أسكن مع إبليس وأقضي الأبدية في سجنه التعيس. لكنك بصلبك حملت العقاب، ومن كل قلبك قبلت العذاب، ولذنوبي تغفر خلاصك ليا توب، وبرك يقولي براءة يا محبوب. هو مين؟ بر الله اسم من أسماء المسيح. بر الله بيقول الكتاب: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء. رومية 3:21. طبعا الناموس والأنبياء دي تقسيم الأصفار في العهد القديم. المسيح هو بر الله، يعني هو الخطة اللي رسمها الله عشان يكفر عن خطايانا. ده معناه انه لما جه المسيح الخطة او البرنامج اعلن، وبواسطته بيقدر الله انه يخلصنا احنا الخطاة والأثمة من غير ما يفرض علينا اننا نتمم ونطيع الناموس العهد القديم، كما تقول الآية بوضوح: بر الله بدون الناموس. طب ليه؟ لأنه لما حاول شعب الله في القديم نوال بر الله بالناموس فشلوا فشلا ذريعا، كان صعب، لأنه من قوانين الناموس أنه من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، يعقوب 2:10. طيب ممكن يتسائل شخص: طب ليه كان الله عليه أنه هو يعمل كل ده وأنه يتجسد ويضطهد ويصلب ويقوم ويصعد؟ هل صحيح كان لازم كل ده يحصل؟ الصراحة كان ده هو الطريق الوحيد. ليه؟ لأنه الله قدوس ما يقدرش أنه يتغاضى عن الخطية اللي عملها الإنسان، لكن عليه أنه يعاقبها، وعقاب الخطية هو الموت، يقصد هنا الموت الأبدي، يعني الانفصال عن الله مصدر كل بركة وحماية وفرح، وقبل كل حاجة هو مصدر الحياة الأبدية. تاني حاجة، الله بيحب الخاطي وعايز يخلصه، وده اللي بيجيبنا للمشكلة. بر الله بيفرض موت الخاطي، ومحبته عايزة تدي الخاطي الحياة الأبدية والفرح الأبدي. ده يقودنا لنمرة 3، بيظهر لنا الإنجيل إزاي أن الله يقدر يخلص الخطاة من غير ما يتنازل عن التمن، وده بالمسيح وتجسده وصلبه. إزاي يجي المسيح يتمم كل متطلبات التكفير عن الخطية الموجودة في الناموس؟ الناموس يعني أصفار العهد القديم. فاكرين نظام الذبائح اللي فرض سفك الدم للكفارة؟ هو ده يسوع، يبقى فداء عن خطايانا بصلبه وسفك دمه عننا. السؤال هنا: طب ليه الله أعلن لينا الاسم ده بر الله عن المسيح؟ زي ما عرفنا من الأسماء اللي فاتت، الله بيدينا أسماء لثلاث أسباب: عشان نستخدمها في تسديد احتياجاتنا، وعشان نثق بيه فيها، وعشان نستخدمها في تسبيحه. عشان كده لو شعرت كأنك منفصل عن الله مصدر السلام والبركة والحكمة والحماية والحياة الممتلئة، لو شعرت أنك لو مت دلوقتي مش هتترمي في حضن الله الآب، لو شعرت أن الله مش أبوك ومش الحنين، لو انت ما شعرتش بدفء محبته، فانا ارجوك انك تستفيد دلوقتي بالمسيح الذي يحمل اسم بر الله. اقبل محبته وفداءه لخطيتك. تعال دلوقتي وانت تايب عن خطاياك، سيب عاداتك السيئة زي السجاير والكحوليات والمخدرات والكذب والنميمة والتكبر والأنانية والعلاقات الغلط واخد اللي مش حقك سواء ماديا او معنويا. سيبك من الاهداف الغلط ورا الخدمة، تعال واعترف بخطاياك وسيبها، واطلب قوته عشان يخلصك منها ومن سلطانها. اقبله سيد على حياتك مش بس مخلص، وقتها الله هيستجيب ليك. المسيح بر الله هيعمل في حياتك عجبا. المسيح معاك.